كثافة منقطعة النظير هي السمة الأبرز للقصف بالبراميل المتفجرة على مناطق الشمال السوري، مسرحها مدينة حلب وبلدات ريفها. فالمواقع المستهدفة متعددة والنتيجة واحدة، دمار هائل وإثخان بالقتل، يضاف إليهما نزوح مئات العائلات وهربها من موت محتم إلى آخر مؤجل. للأسبوع الثالث على التوالي لم تتوقف طائرات النظام عن إلقاء البراميل المتفجرة على أحياء حلب. منطقة دوار الصالحين في مدخل حي المرجي استقبلت عددا لا يستهان به من البراميل. لتطال أيضا أحياء الحيدرية والشيخ مقصود وباب النيرب والقطانة والشعار والمعادي وبني زيد وكرم الطحان ومساكن هنانو والفردوس والميسر والصالحين. البراميل المتفجرة طالت مسجد عثمان بن عفان في حي مساكن هنانو لتخلف أكثر من 12 طفلا قتيلا قضوا أثناء حضورهم حصصا تعليمية، يضاف إليهم نساء وأطفال آخرون في مناطق أخرى من الحي. القصف المتواصل هذا يرفع يوميا أعداد القتلى والجرحى ويجبر العائلات على النزوح هربا من الموت. النزوح المتواصل عن أحياء حلب الشرقية وصل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أكثر من 1500 عائلة خلال الأيام الأربعة الماضية، هربت من القصف العنيف نحو الحدود التركية والأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة قوات النظام. في مقابل هذه المشاهد لا تزال الاشتباكات على الأرض مستمرة بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط الجامع الأموي وبحيي بني زيد والخالدية وقرب مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري. يضاف إليها نقص متزايد في الخبز الذي وصل سعر الربطة الواحدة منه إلى أكثر من 250 ليرة. مصادر المعارضة تحدثت عن منع عناصر داعش لوصول القمح والحبوب إلى حلب بعد سيطرتهم على صوامع الحبوب والمطاحن في دير الزور، لتضاف حلقة جديدة في سلسلة الاستهداف المشترك والمستمر لحلب وأحيائها بين داعش والنظام. مصطفى خطيب، العربية.